يعمل مركز رعاية الأحداث بوزارة الداخلية على إعادة بناء سلوك الحدث وفق خطط ممنهجة حتى يعود فردا صالحا ويسهم في بناء وطنه. من منطلق حرص وزارة الداخلية على حفظ سلامة الطفل وتقويم سلوكه، أنشئ في عام 1984 أول مركز متكامل لرعاية الأحداث لحمايتهم من سوء المعاملة والإهمال، وذلك من خلال تقديم الرعاية والدعم للأطفال الجانحين والمعرضين للانحراف من خلال توفير الخدمات والبرامج التي تسهم في تصويبهم للطريق السليم ومراعاة حقوق الحدث التي كفلها له القانون. وفي هذا الإطار يقوم مركز رعاية الأحداث بتقديم الرعاية الشاملة للحدث لبناء الشخصية السوية ليسهم في بناء المجتمع ورفعته. أنشئ مركز رعاية الأحداث منذ سبعينات من هذا القرن، إذ أصبح مسؤولاً عن الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين سلوكياً والمرتكبين لبعض الجرائم الجنائية. وقد أنشئ المركز الحالي سنة 1984، إذ أصبح يجاري العديد من البرامج التطويرية للمجتمع الخارجي، وقد أصبح يواكب التطورات الخارجية في المجتمع، إذ يتضمن المركز العديد من الملاعب والمسابح وبعض المرافق الخاصة بإيداع الأحداث الذكور والإناث. مركز رعاية الأحداث هو مركز إصلاحي تأهيلي خدمي، والهدف منه الحفاظ على الطفل من التعرض للانحراف وإعادة تأهيله وتوطيد العلاقة بينه وبين أسرته والمجتمع. ويقصد بالحدث في القانون الأحداث البحريني هو من بلغ سن 7 سنوات ولم يتجاوز سن 15 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف التي ذكرت في قانون الأحداث البحريني مرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976. يولي مركز رعاية الأحداث بالغ الاهتمام في الخدمات المقدمة للطفل، ومنها الخدمات الترفيهية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية والخدمات الرياضية وخدمات الرعاية النفسية والاجتماعية، إلا أنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مملكة البحرين وهي جائحة كورونا، تم استبدال بعض البرامج والخدمات بما يتناسب مع الوضع الراهن، مثل الزيارات الداخلية والخارجية تم استبدالها بالاتصالات المرئية مع ذوي الطفل، كما تم التنسيق مع بعض الجهات داخل وزارة الداخلية وخارجها لإعداد المحاضرات التثقيفية، والهدف هي تواصل الطفل مع المجتمع الخارجي. أما بخصوص البرنامج التعليمي فهو مستمر طوال فترة الجائحة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل الفصول التعليمية وفحص الموظفين جميعهم بشكل دوري، وكذلك فحصهم بشكل يومي عن طريق قياس درجة الحرارة، وفي حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا فيتم عزله في الأماكن المخصصة لذلك. جهود حثيثة يبذلها مركز رعاية الأحداث للارتقاء بمستوى الخدمات بما يتلائم مع أفضل المعايير الدولية في رعاية وتأهيل الحدث نحو المسار الصحيح والإيجابي، كي يكون عنصرا فاعلا داخل أسرته ومجتمعه.